بسم الله الرحمن الرحيم. قسم من الإخوة ذهبوا إلى التبليغ ورأوا المشكلات، وقسم من الإخوة لم يذهبوا لكنهم يسمعون بالمشكلات أو يرونها. الآن إلى شهر رمضان تقريبا 7 أشهر من التحصيل، لأن هذه الأشهر تقريبا قطعة متصلة أو شبه متصلة فيها الدراسات. الإنسان يجب عليه أن يعد نفسه للمستقبل. الذي نريد أن نقوله في هذه الليلة أمور. الأمر الأول، كل الإخوة الذين مو متعممين يتعممون، لأن في الحقيقة العمامة أولا مستحب شرعي، وثانيا أن المجتمع إنما يتقبلون من المعممين، بس فرد واحد غير معمم يصعد المنبر لازم يثبت انه عالم، ومع ذلك الناس ما يتقبلون من تقبل الذي يتقبلونه من المعممين. ولهذا تلاحظت ان في كل الاماكن التي ذهبتم اليها حتى غير المعمم هناك تعمم، امام جماعه، قاضي، مرجع تقليد، خطيب، وما أشبه الذي يتقبل منه إذا كان معمما. إذا قسم منكم معممين وقسم منكم مو معممين، ماذا ممكن إنسان يفكر أن الناس يضحكون عليه أسبوع؟ مو مهم. من الممكن أن الإنسان يفكر هالشكل أكثر حرية في العمل، هذا مو صحيح، لأنه إلى جنب أنه حر في العمل، إلى جنبه الناس ما يتقبلون منه، يقولون أنت شو يخصك. فأنا أتصور الإخوة الذين هم مو متعممين يتعممون. هذا موضوع. الموضوع الثاني، موضوع كل هؤلاء الجالسين عندهم إما غرفة في المدرسة، وإما عندهم دار مستقل أو غير مستقل. أتصور أنه كلهم يخلون قرايات أسبوعية في بيوتهم أو في غرفهم. مشكل خلي يكون مشكل، الإنسان يجب عليه أن يتحمل المشكلات، والطريق غير مفروش بالورود، خلي يكون مشكل مو مهم. يعني هذول الجالسين هنا كلهم يخلون قرايات أسبوعية في بيوتهم، إما صباحا إما عصرا إما ليلا الوقت المناسب، والجيران هم يدعون للقراية، يجون 5 حسن 10 حسن 100 حسن 50 حسن. إذا يتمكن هو يصعد المنبر ويخطب هو يصعد، إذا ما يتمكن يشترك مع خطيب آخر. هذا كلش بسيط، لأن هذا الشيء يسبب أن الإنسان يرتبط بالاجتماع أخذا وعطاء. إنسان مجرد في بيت والده وعنده غرفة في بيت الوالد يخلق رأي في نفس تلك الغرفة، مجرد في غرفة المدرسة يخلق رأي في نفس تلك الغرفة، 4 5 أكو مثلا مشتركين، هذول مستأجرين بيت، أكو هالشكل طلاب في قم يخلي في غرفة في البيت، ما
متزوج وعنده دار مستقل أو شقة مستقلة يخلق راي، من الممكن في اليوم الأول ما يجون إلا خمس، خلي يجون خمس، يجون ثلاثة خلي يجون ثلاثة، اثنين يجون. الرسول بدأ الصلاة بإنسان واحد وهو علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما، ثم صاروا اثنين خديجة وعلي بن أبي طالب، وهذا مورد ضحك ومسخرة في مسجد الحرام، كلهم كفرة عباد الأصنام. فرد رجل كامل في السن يصلي إلى جنبه الأيمن، فرد طفل إلى جنبه الأيسر، فرد مرأة، حقيقة هذا مسخرة في العرف الاجتماعي في ذلك اليوم، لكن الرسول أبدى الصمود. بعد ذلك اثنين صاروا ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة عشرة عشرين، صلوات الجماعة إلى هالليلة، صلاة جماعتنا هذا من صلاة الرسول، صلاة الصحن من صلاة الرسول، ألوف الصلوات الجماعات في البلاد الإسلامية ابتدأت من صلاة الرسول. مو لازم من اليوم الأول يجون في غرفتكم أو في بيتكم أو لقراياتكم فرد خمسين واحد، لا تيجون منكم. الأسبوع الثاني يصيرون أربعة، يصيرون خمسة، يصيرون ستة، يصيرون عشرة، فرد مرة تشوفون هم فرد مثل هذه الحياة يمتلئ. نحن في الكويت قلنا للأصدقاء هذا الموضوع لأن ما كان قرايات أسبوعية متعارفة في الكويت، فابتدأوا بعد ذلك تقريبا صار بالأسبوع 100 قراية أسبوعية وكلها تمتلئ. الآن هم موجودة، أهل الإخوان كانوا في الكويت شايفين هذا الشيء. فإنسان يبتدأ في القراية الأسبوعية في بيتي، أنا غرفتي صغيرة خلت تكون صغيرة، أنا أهلي متساعدني خلت تساعد، أنا ما أتمكن أنه أجيب الأصدقاء خل أربع خمس اللي في جيرانك يجون، هل أربعة الخمسة اللي في أصدقائك يجون، هذا هو. أنتوا تخلون قرايات أسبوعية، كم قراية أسبوعية تصير؟ فرد 100 قراية أسبوعية تزداد في البلد، وأنتم تستفيدون وعائلتكم يستفيدون وأهلك وبنتك وأختك وأمك وأبوك وجيرانك وأصدقائك، هاي استفادة في الحقيقة. حديث الإمام الصادق يقول، الإمام الصادق يقول: حديث يرويه صادق عن صادق خير من الشمس وما طلعت عليها. مضمون الحديث، يسمع فرد حديث، يسمع فرد موعظة، يسمع فرد نصيحة أسبوعيا هالقراية، ومنت هلا مرت الشاي ومهم. حتى إذا مو شاي، أنا أذكر في كربلاء قصة قبل 45 سنة 40 سنة، قسم قرايات أسبوعية كانت حتى الشاي هم يطو، يشتري فرد حفنة ملبس يطو، يشتري فرد حفنة تمر يطي، تمر يطي، يشتري فرد فاكهة مثلا شلغم شغندر هالأشياء مطبوخ يطي. أنا أذكر هذا الشيء، كان هذا الشيء، أو مثلا تفاح رمان موز أي شيء، فيسوون هذا يطي، أو يطي شربت شوي شكر في فرد إناء، حتى قسم منهم قلاصات هم ما كانت، وهي نفس الإناء كل واحد يشربه، هذا يشرب شوي هذا هذا هذا، شو ما نعش أسئلة، لازم شاي وهالكيفية الخاصة أو شربة قلاصات، مو لازم. فهذا الشيء إن الله لا يحب المتكلفين، وفي الآية القرآن هاي حديث، وفي الآية الكريمة: وما أنا من المتكلفين. إنسان لازم يتكلف، لا في أكله لا في شربه لا في ملابسه لا في بيته، يكون حر يكون منطلق يكون عادي، أما إلا لازم هالشكل وإلا لازم هالشكل وإلا لازم هالشكل، مو لازم. الأمر الثاني إن شاء الله اهتموا لأن تكون في كل بيوتكم قراية، شوفوا وقت مناسب وقراية أسبوعية، ليلة الجمعة، ليلة الخميس، يوم الجمعة، يوم الخميس، يوم الأربعاء، يوم الثلاثاء، يوم الاثنين، فرد يوم من الأيام، صباحا عصرا ليلا أي وقت أنسب لكم، ومو بس الأصدقاء يجون، لا لا الجيران يجون، لأن واحد في صفائية، واحد في كذا، واحد في كذا، واحد في كذا، أصدقائهم يجون، جيرانهم يجون، رجال نساء، مو لازم عربي هم فارسي، عربي عربي فارسي فارسي عربي فارسي، الإنسان هو يعرف يقرأ هو يعرف يقرأ، ما يعرف يقرأ يجي فرس خطيب من أصدقائه حتى يأخذ فلوسه حتى يكلف. هذا الشيء الثاني، القرايات إن شاء الله ما تنسوها. الشيء الثالث وكررناه مكررا: تقوية القلم. الحقيقة أنتوا هل كثر طالب ما عندكم إنتاج، لماذا؟
الإنسان لازم عنده إنتاج. والقلم بأيديكم يعني تتمكنون تخون القلم. هؤلاء المؤلفين هؤلاء هم حصلوا على القلم وتمكنوا أن يؤلفوا. ومو دليل على أنه أنت ما تتمكن تألف، لأن قسم من الناس يقولون إحنا ما نتمكن نألف. لا تمكن تألف، لماذا ما تتمكن تألف؟ أنت بشر، ذاك المؤلف بشر، ذاك المؤلف البشر، أنت بشر، ذاك الخطيب بشر، ذاك الخطيب بشر. إنسان مثل شمع عسل، شمع عسل تربعه يصير مربع، خمسه يصير مخمس، تدوره يصير مدور، تمده يصير ممدود. فكل إنسان قادر على أن يقوي قلمه، أن يقوي خطابته. لعل واحد منكم في المستقبل فرد خطيب عالمي، فرد خطيب. من خطبان صديق من أصدقائنا كان في الكويت يقرأ السنة والعام، بعض الأصدقاء قدروا الذين كانوا يحضرون تحت منبره ب70,000، بينما أنا أذكر هذا فرد طفل كان في كربلاء مقدار سنة هذا العمر، لكن شوية خل نفسه على الشهور صار فرد خطيب مشهور الآن في كل الخليج، أشهر خطباء الخليج هو. وأنا أذكر هذا في كاظمية كان يقرأ في صحن الكاظمية، صحن الكاظمية قسم منكم شايفين قسم ما شايفين، صحن كلش كبير وكل صحن كان يمتلئ، مع العلم هو جديد مطلع لحية، يعني شاب شاب مثل أخ، لكن اهتم على العمل. إنسان بالاهتمام يصير كل شيء يصير، لكن أنا ما أتمكن، أنا ما أقدر، أنا ما عندي حظ، أنا من يجي عندي؟ هذا اللي يأخر الإنسان. السلبيات تؤخر الإنسان، كونوا إيجابيين تقدموا. فقلم أيضا إن شاء الله قلت فرد فسحة أمامكم إلى شهر رمضان، كل تحصيل تقريبا، كل دراسة بس 10 أيام في آخر صفر شوية دراسة تتعطل، ولا كل بعد تحصيل. إنسان يسوي لجان لتقوية القلم، للتأليف، للمبادلة، للفكر، لتقوية الخطابة. هذه أمور ثلاثة: التعمم، المجلس الأسبوعي، القلم. الأمر الرابع وهو أهم هذه الأمور: أخلاقيات الإنسان. هذا أهم شيء في الحياة في الحقيقة، كن مواظب على أخلاقياتك. الأخلاقيات مو إنسان يسوي اعتباطات وكلاوات وتجمعات ومهاترات ومضاربات، كل هذا مو أخلاقيات. الأخلاقيات التعقل، الحزم، التفكر، حفظ اللسان، حفظ اليد، حفظ الفرج، حفظ الباطن، حفظ العين، هذا يسمى أخلاقيات. الحقيقة إنسان بالأخلاقيات يتقدم، لكن مع الأسف الآن المسلمين على الأكثر تدهورت أخلاقياتهم، كل أنانيات وكبريائيات وسباب ومهاترات وغرور وعدم العمل وعدم التعاون، وأنا خير من هذا وهذا شنو وهذا منو. الآن صاير كل مجتمعنا هالشكل. لماذا المسلمون تأخروا؟ لأنه تحولت أخلاقهم من الأخلاق الطيبة إلى الأخلاق السيئة، وهذا كلكم تشوفوا في السوق، تشوفوا في الشارع، تشوفوا في الخطيب، تشوفوا في من تحت المنبر، تشوفوا. هذا يسبب تأخر الإنسان، وإنسان لازم يتعب على هذا الشيء. بس عندنا نحن مهاترات ومباحثات ومجادلات ومناقشات وسباب وهالأشياء المعروفة، وأنا إلوش الشكل وهو إلوش الشكل وهذا أتركه وهذا كذا، كلاوات وشطارات، هالأشياء اللي يشوفوا في أسواقنا في كل مجتمعات. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب. يعني إذا ما عندهم أخلاقيات، أخلاقيات فردية، أخلاقيات اجتماعية، أخلاقيات عائلية، هذا اللي رايح وقع في مجتمعات. وفرد سيل من الآيات والروايات أكو حول الأخلاقيات، وإنسان لازم يربي نفسه على أخلاقيات. أما أنه ما يدرس اعتبار وصار صار ما صار ما صار، هالأشياء ما يتقدم في الحياة. الذين يتقدمون في الحياة هم الحكماء، هم الحلماء، هم الصابرون، هم المجاهدون، هم المثقفون، هم المتدينون، هذين يتقدمون في الحياة. وألف خلق آخر، هم غير المغرورين، غير المتكبرين، المتواضعين،
الذين هم مع الحقائق. هذا في الحقيقة أهم الأمور. هسه ما أدري الطلبة شلون، لا حفظ لا دراسة لا مثابرة، واقع يعني. وهالطلبة ما يتقدموا، شو واضح. الله يرحم والدي كان مرجع تقليد، هو كان حافظ 8000 شعر في مختلف العلوم. أنا أذكر هذا، حافظ القرآن الحكيم، حافظ أكو فرد كتاب ضخم يسمى مقامات الحريري في الأدب، حافظه. احنا ما حفظناه يعني تبعا، لا مو انا ما احفظ 8000 بيت، لكن كثير احفظت. الشاهد في انه انسان لازم اخلاقيات قويه. الحياه مو اعتباطيات يا اخوه. انسان يتصور اعتباطا يتقدم، اعتباطا يروح للامام، هذا اشتباه. الحياه صعوبات، ومن اكثر من الصعوبات اكثر من التقدم. حفظه، قراءته، أخلاقه، أعماله، فكرته، اجتماعه، لينه، عدم عنفه، عفوه، صفحه، حلمه، علمه، صبره، تواضعه، الأشياء هي التي تسبب تقدم الإنسان. كل ما أزيد فيكم تتقدموا، هذا هو. ولا هيش في الشارع هواية أكو ناس يمشون، إحنا نصير مثل هذولا. الإنسان لازم دائما يربي نفسه، دائما يثقف نفسه، دائما يقدم نفسه، دائما يعمل، دائما يفكر حتى يتقدم. وانا ما يتقدم في الحياة. اكو فرد واحد كان في مصر، 3 ملايين مسيحي اكو. هذا بابا شمبودة الى هسه موجود، على بعضكم قارين في الكتب. هذا بابا مصر، وبابا هواية مهم حتى يصير بابا في مصر. بابا شمبودة هواية هم يعني روج المسيحية في مصر وفي إفريقيا. هذا 10 سنوات من حوش ما طلع، كله يطالع. 10 سنوات قريت في أحواله أنا، كله يطالع. اعتباطا الإنسان لا يصير مرجع تقليد، لا يصير خطيب مهم، لا يصير مؤلف مهم، لا يصير إنسان مهم، لا يصير تاجر مهم. اعتباطا الإنسان ما يتقدم في الحياة. احنا تصورنا كل شيء اعتباط وكلاوات وهوسات، وهذا هو. فأنا في تصوري أنه الإخوة يقوون أخلاقياتهم، يقوون شخصياتهم، شخصيات مو كبريائية مو غرورية، شخصيات واقعية. هذا بأيديكم أنتم الآن، أنتم كلكم شباب تتمكنون تعملون هذا الشيء، ما تتمكنون هم تسيئون لأنفسكم، مو أكثر ولا أقل. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. أكو فرد واحد في مصر قبل 1000 سنة القصة، يسمى ذو النون المصري. هذا عنده اسم الأعظم، اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم. إن شاء الله في أيام، لا تنسوا في أيام الجمعة اقروا دعاء السمات عصرا، كذا دعاء السمات كلش مهم. وفي بيوتكم خلوا مجالس اقروا دعاء سمات اجتماعيا، وكذلك في المساجد في المدارس. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إلى آخر الدعاء. دعاء الصباح إنسان يومي يقرأ. الأدعية يسبب تقدم الإنسان، يسبب اتصال الإنسان بالله تعالى. والله لا يعطي فضله كل من هب ودب وهش وبش. الله يعطي فضله للأناس الموقرين المربوطين به الواقعيين. ففي السمات قسم يقولون موجود اسم الله الأعظم، لكن مخفي، شنو؟ مو معلوم، مستور. قسم من الناس اللي يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى ولا يعصون الله طرفة عين، الله يعطيهم هذا الاسم. وفائدة هذا الاسم أنه على ماذا قرأته يؤثر فورا. فرد ميت 100 سنة ميت، تجيب اسم الله الأعظم، مثلا قول يا الله اسم الله الأعظم، مخفي هذا إلا عن الأنبياء والأئمة وقليل من الأولياء. يا الله أحيا هذا الميت، فورا يقوم خلاص. يا الله اصنع لي مدينة بين طهران وبين قوم، بلحظة طرفة عين يصير فرد 100,000 خوش. باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة انفتحت، وإذا دعيت به على مضايق أبواب الأرض للفرج انفرجت، وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت، وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت. تروح على مقبرة بقيع،
يا الله احيي كل هالاموات لحظه يقومون ويخلصون خلاص بذل اهل المدينه يصير. هذا يسمى بسم الله الاعظم. وفي القران الحكيم اكو اشاره الى هذا الشيء، قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. فلسطين اين؟ مركز سليمان. يمن اين؟ مركز بلقيس. وبلقيس عندها فرد عرش كلش كبير ولها عرش عظيم، بس عظمته كم لا اعلم عظمته كم، لكن العظمه كلش كبيره. سليمان قاعد في مكانه، قال من ياتيني بعرشها؟ من يجيب العرش؟ قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. انت هسه صبح قاعد للظهر، انا قوي اروح اشيل العرش واجيبه الان من اليمن الى فلسطين. سليمان ما قال شيء. قال الذي عنده علم من الكتاب، فرد واحد كان اسمه آصف ابن برخيا، هذا وزير سليمان، هذا عنده اسم الله الأعظم، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. يعني شنو؟ يعني أنا عيني هنا هالشكل أسوي، إيش قدر هاي فاصلة يريد حتى عيني من نال هنا أو من نال هنا؟ أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. سليمان ما قال لشيء، فلما رآه مستقرا عنده، وإذا العرش موجود، هذا يسمى اسم الله الأعظم. قال الذي عنده علم من الكتاب، يعني اسم الله الأعظم، هذا يسمى اسم الله الأعظم. لكن الله هذا ما يعطي قطرة، هذا يعطيه للأنبياء، يعطيه للأئمة، يعطيه للأقوياء النفس الذين لا يعصون الله طرفة عين. ذنون المصري، فرد رجل في مصر عنده اسم الله الأعظم، الله متفضل عليه، لكن الله يعطيه لمن لا يستعمله. الإمام الحسين عنده اسم الله الأعظم، يقول له الكوفة كلكم موتوا لحظة يموت. النبي عنده اسم الله الأعظم، يقول للكفار كلكم موتوا كلهم يموتوا. الإمام الحجة عنده اسم الله الأعظم، الآن يريد يقلب الكون كله في لحظة، يقلب الكون كله. هذا مفتاح لإيجاد أي شيء ولإعدام أي شيء، لكن الله ما يعطي كل أحد. شو واضح؟ أنت عندك دينار تعطي كل واحد، لكن عندك فرد 50 مليون دينار، سلم المفتاح بيد كل واحد؟ شو طبيعي؟ ظنون المصري عنده اسم الله الأعظم، إنسان عادي يروح عادي يجي عادي يأكل عادي يشرب يتعبد الله سبحانه وتعالى. فرد واحد في بغداد سمع، فرد واحد من الأخيار في بغداد سمع أن فلان عنده اسم الله الأعظم ظنون المصري، قام ذاك الوقت الأسفار كلش طويلة وعريضة من بغداد تحرك وراح إلى مصر وخدم ذنون سنة، سنة يطبخ له يقوم وياه يتعبد، فرد سنة كاملة يكنس بيته يخلي حذائي قدامه سنة. بعد سنة قال يا ذنون أريد منك حاجة. قال تفضل شنو حاجتك؟ قال علمني اسم الله الأعظم. قال لا بس بعد شوية أبقى. هم بق يصوم النهار يقوم الليل كل الليل ويبكي ويتضرع ويدعو ويقرأ قرآن ويخدم ذنون ويخدم الناس. صار سنة ثانية، على رأس السنة الثانية جاء إلى ذنون قال علمني اسم الله الأعظم حسب وعدك. قال بعد يبقى شوية لا بأس حتى تتأهل شوية، تأهل يحتاج. هم بقي سنة، هم النهار يصوم هم الليل يقوم هم يقرأ قرآن هم يتعبد هم يبشي من خوف الله تعالى للسنوات. بعد للسنوات اجي قال صار وقت تتعلمني؟ قال لا بأس هسه ان شاء الله يصير خير. ذنون اعطاه فرد ماعون بشقاب، هذا البشقاب عليه مخلول طاسة هالشكل، مقلوب طاسة عليه. قال اخذ هالبشقاب وروح اعطي مثلا من هنا لا روح الى سالاريه اعطي فلان واحد يتكشف عنه. قال لا بس اخذ البشقاب والطاسه المقلوب عليه ودا الى السالاريه. هذا في الطريق من يوديه شوف فرد شيء يقمص، هذا شنو يقمص؟ مثل فرد شيء مو يعني مثل فرد دواء فرد غذاء، فرد شيء يتحرك فيه. هذا ما اطاق حفظ نفسه صبر حتى وصل إلى قريب السالارية مثلا. قال أشوف شنو بهذا، هذا يقمز بيه ويتحرك يعني مش عادي.
شال الماعون فرد مره فرد فارق قفزت من الماعون هذا خلص كل شيء موجود. هذا هواي غضب. قال هذا شلون يضحك علي؟ يعطيني فاره حتى اعطي فلان انسان. ضحك علي. رجع مغضبا. وقال يا ذنون تستهزئ بي بعد 3 سنوات؟ 3 سنوات خدمتك، 3 سنوات صليت صمت، تستهزئ بي؟ تضحك على عقلي؟ قال شنو؟ قال ما ضحكت على عقلك. قال شنو تعطي فارة فلان؟ قال له من أين عرفت أن فيها الفارة؟ قال شفت فرشي يتحرك، شلت الماعون، قمزة الفارة. قال ألم أقول لك لتكشف عنها؟ قال زعلت، قلت لي لكن أنا ما تحملت. قال له يا أحمق، واحد لا يؤمن على فارة، يؤمن على اسم الله الأعظم. روح اخجل، مو مأمونة من فارة. أعطيك فارة، أنا أريد امتحانك، أعطيك اسم الله الأعظم. هذا الخبر يذكره دلائل الإمام الطبري، يقول في الحج كان في الطواف، فرد واحد من أصحاب الإمام قال يا ابن رسول الله كلش حجاج بخير وكثر ما شاء الله. الإمام قال شنو هذول؟ مو حجاج هذول، قليل منهم حجاج. قال شلون؟ مسى على عينه شاف كلهم قردة وخنازير إلا قسم قليل منهم. قال هذول هالشكل، بعدين مسى على عينه رجع. هذا واقع، لأن الإنسان إنسانيته بداخله مو بصورته. الصورة شبرهم إنسان، صدامهم إنسان، أنور سادتهم إنسان، دبر كرمهم إنسان. الصورة إذا تحتاج صورة هذولهم عندهم صورة، يزيدهم عنده صورة إنسان، معاوية عنده صورة إنسان، هارون عنده صورة إنسان. هذول كان فرد واحد منهم مثل صورة كلب أو صورة نمل أو صورة وردان، لا كلهم صورة إنسان. الإنسان واقعه بإنسانيته بواقعه. الإنسان الذي يغضب، الإنسان الذي يستهزئ، الإنسان الذي يضحك على الناس، الإنسان الذي يؤذي الناس، يهين الناس، لا يحترم الناس، ميت مكان يأخذ قدام عينه، قدام لسانه، قدام بطنه، قدام فرجه، هذا أصلا مو إنسان، بصورة إنسان. أقول في الحديث أن يوم القيامة كلب أصحاب الكهف يجيبوه يخلوه عليه صورة إنسان يدخل الجنة، فلان يأتوا به يجعلوا عليه صورة كلب يدخل النار. حديث أكو يعني، هذا واقع في الدنيا. مكان كلب هذا اللي يتهاوش ويسب ويستهزئ ويعض هذا ويعض هذا، يهين هذا ويهذي هذا، هذا كلب واقع. في يوم القيامة يجيبون صورة كلب يخلون عليه يدخل النار. وكلب أصحاب الكهف اللي مذكور في القرآن، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، هذا يخلو على صورة إنسان يدخل الجنة. هذا في الحديث أكو، هذا واقع. أكو شعر جميل لسعدي الشاعر المشهور، يقول في سر نوح با بدن بنشست، خاندان نبوتش گم شد، سگ اصحاب کهف روزی چند، پی مردم گرفت و مرد اون شد. یعنی ابن نوح جالس السيئين، راح من عند النبوة، إنه ليس من أهلك، الله تعالى قال له إنه عمل غير صالح. أما كلب أصحاب الكهف فرد كم يوم؟ 10 الرجال الخيرين الأطياب، صار رجل. فسر نوح بابد بنشست، خاندان نبوتش گم شد، سگ أصحاب الكهف روزی چند، پی مردون گرفت و مرد انشد، صار رجال. فإحنا لازم على طول الخط نواظب على أخلاقياتنا، وهذا من أشكل الأمور في الحقيقة. هذا مو شيء سهل، من السهل إنسان يدرس درس، هذا يدرس وأنا أسمع وأحفظ، أما أن يكون الإنسان إنسانا واقعيا الله يقبله إنسانا، ولا كل الناس في المجتمع هذا يقول هذا إنسان، هذا يقول هذا إنسان، هذا يقول هذا إنسان، هذا شيء صعب، يحتاج إلى أن يزم الإنسان نفسه بزمام قوي. إن شاء الله ما تنسون هذا. وإنسان لازم يواظب ليل نهار، حتى في كتب الأخلاق يقولون لازم إنسان كل ليلة يحاسب نفسه، مثل محاسبة الشريك شريكه. اليوم يأكل بكذا بيت، يا غيب استغبيت، يا استهزاء استهزأ،
يا بطالة عملتها يعني حاسب حتى يشوف شنو الفائت منه يتدارك. هذا الشيء الرابع. وفي الشيء الخامس وهو أخير الموضوع إن شاء الله تعالى، ما تنسون على كل الصور خلوا هالدروس الثلاثة، درس اقتصاد، درس اجتماع، درس السياسة. لا تقولوا معلم ماكو، احنا كنا نقرأ درس في كربلاء، كل طلاب كربلاء 180 واحد كانوا كلهم، وبعدين زادوا وصلوا الى 1000. في قوم اكو 16000 رجل دين، يقول مدرس ماكو. شنو عاش مدرس ماكو؟ دور تلقى على قول المشهور، اذا الظهر ماكو خبز تروح الى اخير سالارية او شاي ابراهيم عاد تحصل خبز. لازم تسأل في هذه المدرسة، هالمدرسة، هالمدرسة، تسأل من هذا، تلتمس لهذا حتى تدرس اقتصاد، سياسة، اجتماع. لأن الدنيا الحاضرة مبنية على هذه العلوم، الدنيا الحاضرة مبنية على هالعلوم الثلاث. احنا لما ما نعرف هالعلوم، لا سياسة نعرفها، لا اقتصاد نعرفها، لا اجتماع نعرفها، يصير صدام العراق، يصير الحرب العراقية الإيرانية، يصير لبنان، يصير أفغانستان، يصير فلسطين. لأن من يحرف احنا؟ انت اذا ما تعرف تكون خباز تعرف خبز، ما تعرف نجار تصير نجار. هالعلوم نفس الشيء. يعني انكم من الضروري ان يكون لكم دروس الاقتصاد والسياسة والاجتماع، دراسة مثل دراسة شرايع، مثل دراسة سيوطي، مثل دراسة مغني، مثل دراسة حاشية، مثل دراسة جمع المقدمات. هاي درس واقع. اما احنا نعرف الحقيقة ما نعرف احنا، لأن كل إنسان لم يقرأ شيئا لا يعرفه. شو واضح؟ هالعلوم الثلاثة ودرسوها، درسوها، باحثوا فيها، ألفوا فيها، صرتوا أقوياء، ادرسوا الآخرين. هذا ما يحتاج إلى على قول المشهور كاف لام، يعني مو كلام، كلام يحتاج. الحقيقة إنسان من الصبح لليل هواي عدة وقت، لكن هذه الأوقات على الأغلب تذهب بالبطالة. حتى انت مجبور تطبخ، اكثر خادم ماكو طبخ، ما يحتاج شيء. اي شيء انا كنت فرد مده اطبخ في بيتنا، يعني عائلتنا ما موجود، انا اطبخ جماعه، كلش بسيط اطبخ الاشياء. يعني شنو؟ ناخذ باذنجان مثلا، انا كنت اسوق، اخذ باذنجان واللحم وبصل، كل هالشكل اغسلهم واذبهم بالقدر. حقيقه يعني هسه لازم الا تقشره ولا تنصفه ولا اللحم تعدله، ابدا ماكو هذا الشيء. يعني أن الإنسان لا يضيع وقته، العمر ثمين وما فات منه لا يرجع. حتى اللي تريد تطبخ نفس الشيء، اشتري هذا الشيء من ناحية، مو لازم اليوم تأكل باذنجان، اليوم تأكل مثلا يكتين أو مثلا أي شيء. اللي صار أكو في التاريخ أنه قسم من العلماء كانوا ما يأكلون خبز، هالخبز، هذا الخبز من يجيبوه؟ أنا مجرب هذا الشيء بنفسي. خبز من يجيبوه؟ يبللوه بالماء، لأن خبز المبلل بالعجل ينبلع حتى لا يمضغ، ويقول هذا فرق المضغ أنا أطالع. هذا في التاريخ موجود وهذا حقيقة أيضا. أنا كنت أحس كل شيء أسوي، لأنه إنسان يريد يمضغ، هو فرد 10 دقائق مضغ يحتاج، متى تعيش مضغ؟ هالشكل بلله أكله في أمان الله دقيقتين. فالشاهد في أنه الوقت الإنسان طويل. الله في القرآن الحكيم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لك في النهار سبحا طويلا، الليل طويل. أكو في الحديث عن الإمام الصادق يقول الليل طويل فلا تقتله بالنوم. السيد البروجيردي كلكم سامعين باسمه وشايفين تصويره، تصويره موجود في مسجد الجامع، مسجد أعظم، روحوا شوفوا في دولنا. هذه في أحوال ينقلون أنه في أصفهان كان يدرس، يقولون هذا يروح يخلي كتابه على الرف، ويخلي هالمصابيح النفطية اللي كانت ذاك اليوم قبل 60-70 سنة، يخلي قدامه ويقوم يطالع 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 يطالع. بعد صلاة المغرب والعشاء فرد مرة يسمع صوت أذان الصبح، واقف. لماذا واقف؟ حتى أنه لا يأخذه النعاس. صار بروجرد ولا كاترة، إنسان ما يصير بروجردي اعتباطا، إنسان ما يصير شخصية كبيرة علمية، بس قاعدة هنا وشوي نتفرج وشوي نروح وشوي نجي وشوي ننجطل وشوي ننام وشوي ما أدري كذا، هذا ما يطلع منه خلاص. الإنسان لازم يهتم بهذه الأمور،
فإذا قلنا دراسة هالشكل، أخلاق هالشكل، مطالعة هالشكل، حفظ هالشكل، مو معنى أنه وقت ما عندكم، كلش وقت عندكم وقت، بس أن الوقت إنسان لا يقتله، الليل طويل فلا تقتله بالنوم. أنا أذكر والدي الله يرحمه وإحنا ما شكل كنا، قبل أذان الصبح كنا نقوم صلاة الليل كذا شيء، بعدين نروح صلاة الجماعة في صحن الحسين عليه الصلاة والسلام، بعدين نوم ما كان أبدا. وإنما أنا كنت أباحث من جملة من أذان الصبح إلى أول الشمس نفس دروس نباحث. بعد ذلك نجي، أنا أجي، كنت أجي للسوق أخذ الخبز، نجي للبيت نتريق بسرعة نروح للدرس على طول الخط. هذا عملنا وإلى الساعة 12 بالليل كان عندنا بحوث ودروس ومطالعات ودروس ومباحثات وكذا وشي عادي هم يعني هواي هالشكل. انا اذكر في العراق كان في المدارس انسان يشوف اضوية الطلبة مشبوبة الليل لان كلهم جاي يطالعوا. اما انا تعرف المدارس لميتة موحشا طللوا يلوحوا كأنها خللوا. فان شاء الله تعالى لا تخلوا شبابكم يروح، لان الشباب بالسرعة يروح. غمض عينك، افتح عينك، صار عمرك 20 25 30 35 40 60 70، خلاص في اول السيوطي وفي اول الجامع المقدمات. احنا وقت اللي كنا نقرا هالكتب اولا نحفظ الاشعار ماله، كل اشعاره تقريبا، وثم نحفظ المتون ماله هالشكل. ولا هذا اللي هسه اذكر الاشعار انا، يعني كثير من الاشعار اذكرها، اشعار الشواهد اللي موجود في الكتب او مثلا مباحث الفقهيه نحفظها اصلا. شاهد على أنه هناك يقول يا قوم قد حوقلت أو دنوت وبعد حيقال الرجال موت. حوقلت يعني يصير شايب كلش نحلان وشايب، ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ذهب الشباب. يا قوم قد حوقلت أو دنوت، يعني دنوت من الحيقال، يعني دنوت كلش أصير عجوز كبير السن. وبعد حيقال الرجال موتوا، الشباب بسرعة يذهب، كلكم بسرعة تذهب شباب. وتذكرون في اليوم قبل 20 سنة، قبل 30 سنة، قبل 40 سنة، قبل 50 سنة، تذكرون. الله يرحم الشباب الذي كان لنا، فيا ليت الشباب يعود يوما فنخبره بما فعل المشيب. إن شاء الله ما تنسون هذه الأمور الخمسة، ونسأل الله تعالى لكم ولنا كل توفيق وتقدم وازدهار، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.